على هذه الأرض تحطمت معاول الغزاة عبر التاريخ، وأثبت إنساننا العربي أن إرادته لا تستكين رغم كل ما اكتنف الأمة من ظروف صعبة. وما المشانق التي علقها العثمانيون للأحرار في كل من دمشق وبيروت إلا دليل على ذلك؟ وما خروج يوسف العظمة وزير الحربية آنذاك لملاقاة الفرنسيين في ميسنون في معركة غير متكافئة فقط كي لا يكتب التاريخ أن دمشق سلمت دون قتال؟ وما تلا بعد ذلك من حروب ومعارك مشرفة في تاريخنا العربي الحديث؟ فمعركة تشرين التحريرية التي قلمت أظافر العدو الصهيوني وكسرت شوكته وأعادت للإنسان العربي عموما ثقته بنفسه، وما صراع أبناء الشعب العربي الفلسطيني مع الصهاينة ذلك الكيان الغاصب الذي زرعه المستعمر الغربي في خاصرة الأمة التي ما زال جرحها ينزف منذ النكبة إلى يومنا هذا. وكما نعلم جميعا أننا ندرس الأدب في ظل الظروف التي مر بها، وجاء دور الأدب ليخلد أيام العرب ويعبر عن مواقفهم وعن قضاياهم وعن آمال الأمة وآلامها وتطلعها إلى المستقبل المنشود. الأبناء الطلاب، السادة والسيدات المشاهدين، نرحب بكم في ندوة حوارية نقلب فيها صفحات الوحدة الأولى من كتاب الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي لنتناول أدب القضايا الوطنية والقومية. ويسرني بداية أن أرحب بضيفي الكريمين، الزميل الأستاذ عامر الشحود مدرس في تربية حماة، والمدرسة بنان محمد المدرسة في تربية حمص. ويسرنا أيضا أن نتلقى الاستفسارات والاتصالات على الأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا. مرحبا بكما من جديد. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. نعلم ويعلم الأبناء الطلاب أننا ندرس الأدب في ظل ظروف تاريخية متنوعة. تم تقسيم الوحدات في الكتاب أخذين بعين الاعتبار هذه الظروف أحيانا، وأحيانا أخرى ظروف متلاحقة كالأدب المهجري الذي عبر عن هجرة بعض الأبناء إلى خارج البلاد، وصولا إلى أدب قضايا وجدانية، وصولا إلى أدب اجتماعي، إلى غيره مما يثبت معايشة الأدب للواقع والتعبير عنه على الدوام. في الوحدة الأولى يطالعنا النص للشاعر جميل صدقي الزهاوي بعنوان حتى ما تغفلوا. ماذا يمكن أن نتحدث عن ذلك النص؟ مساء الخير. كما ذكرت أستاذ مصطفى، إن محور أدب القضايا الوطنية والقومية جاء تتبع تاريخي لما حصل من صراع عربي إنساني وضد قوى الاستعباد والظلم والاستعمار، وتعبيرا عن معارك الشرف التي خاضها أبناء هذا الوطن. وقد كان هذا الأدب معبرا عن كل ما مر في التاريخ العربي، فكان مواكبا، وكانت أصوات الأدباء حرة تنطق بكل آلام الشعب. فقد مر معنا في قصيدة حتى ما تغفلوا للشاعر العراقي جميل صدق الزهاوي الذي لقب بالجريء لأنه واجه الاستبداد. ففي هذه القصيدة التي تتحدث عن استبداد العثمانيين الذي دام لمدة 4 قرون، فقد عاش في ظلها الوطن العربي بوضع مأساوي، وعانى من الظلم والاستبداد والفقر والجهل. فجاءت هذه القصيدة بلسانه الحق لتعبر عن فضح ظلم الاحتلال العثماني واستبداده، والدعوة لمناهضته ومقاومته. تماما، نستمع إلى النص ثم نحاول ندخل في عالم النص لنقوم ببعض التطبيقات التي تعزز المهارات المطلوبة لدى أبنائنا الطلاب. لنستمع معا إلى النص.
ألا فانتبه للأمر حتى ما تغفل، أما علمتك الحال ما كنت تجهل؟ أغث بلدا منها نشأت فقد عدت عليها عواد للدمار تعجل. أنا من ظهير يعضد الحق عزمه فقد جعلت أركانه تتزلزل. وما رابني إلا غرارة فتية تؤمل إصلاحا ولا تتأمل. وما هي إلا دولة همجية تسوس بما يقضي هواها وتعمل. فترفع بالإعزاز من كان جاهلا وتخفض بالإذلال من كان يعقل. وما فئة الإصلاح إلا كبارق يغرك بالقطر الذي ليس يهطل. لهم أثر للجور في كل بلدة يمثل من أطماعهم ما يمثل. فطالت إلى سورية يد عسفهم تحملها ما لم تكن تتحمل. وكم نبغت فيها رجال أفاضل فلما دهاها العسف عنها ترحلوا. وبغداد دار العلم قد أصبحت بهم يهددها داء من الجهل معضل. شريف ينحى عن مواطن عزه وآخر حر بالحديد يكبل. إذا سكت الإنسان فالهم والأسى، وإن هو لم يسكت فموت معجل. إذا جاءت هذه القصيدة لتعبر عن الصرخات التي أطلقها الشعراء في ظل ذلك الظلم والظلام الذي أطبق على الأمة في ظل الاحتلال العثماني للبلاد. فبدت صيحة الشاعر واضحة من خلال الدعوة إلى ترك الغفلة، تعلم الدروس والمعطيات الواقعي، وشرح ما جاء أو عرض ما مر على البلاد من ظلم، وإن كان النص يعرض زاخرا تماما، لكن في النص كان عبارة عن مقتطفات من أو عينات من هذه الظروف المريرة التي مر بها أبناء الأمة. في نفس الوحدة، في ذات الوحدة، نرى أننا قام الكتاب، أننا قمنا بتقديم لوحة أخرى، لوحة أخرى للنص تماما، يوم الجلاء، ليعبر عن صورة أخرى من صور المقاومة والنضال لشعبنا العربي. وجاءت هذه الصورة أكثر تفاؤلا من خلال تصوير الانتصار والفرح بالانتصار. لكن لدينا اتصال قبل أن نسمع إلى النص. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بالنسبة لتحرير النص، نعم، بيجي بس بنية فكرية أو بنية فنية ولا الاثنين سوا؟ طيب تحرير النص تماما. هل من سؤال آخر يا نور؟ ايه تفضلي. هلا إذا جاء مثلا بنية فنية، نكتب مثال لكل مثلا، قلنا نذكر فعل الماضي، قول مثال عنه. طيب أيضا هل هناك أسئلة أخرى؟ كاتبين كمان بالوحدة الثانية من القراءة التمهيدية، جار الصيدح من العصور الإندلسية، وبحياته في قصيدة وطنين، كاتبين من الرابطة الأدبية، احترت أي منهم؟ طيب هل من أسئلة أخرى؟ كمان القيمة، وكاتبين شعور القيمة؟ إيه، منقول مثلا إظهار الحب ولا بس منقول الحب مثلا؟ طيب هاي الأسئلة. طيب ابقي معنا لتستمع إلى الإجابة. بالنسبة إلى تحرير النص سأجيب أنا بالنيابة عن الأساتذة. موضوع الامتحان موضوع آخر مختلف تماما، يعني نحن نقوم الآن في هذه الندوة بعرض كيف نحلل النصوص وكيف نفهم هذا النص فهما إجماليا وتفصيليا، وندخل إلى عالم النص تطبيقا لمهارات أساسية مستمرة معنا. أما فيما يتعلق بتحرير النص فقد قام الطالب بدراسته في الصف الأول الثانوي، ثم تعزز ذلك في الثاني الثانوي، والآن جاء السؤال لكي يكون يعني شامل تعزيزا أو تغذية راجعة لما مر في الصفين السابقين. فذات الخطوات التي قمنا بتطبيقها في الأول الثانوي يجب أن نتبعها. أما فيما يتعلق بالأمثلة فمن الطبيعي أن نعطي مثالا لكل ما نقوم به، وإلا تحول الموضوع إلى يعني موضوعا جاهزا يحفظ الطالب من خلاله بعض الكلمات والجمل، كأن نقول استخدم الشاعر الفعل الماضي والمضارع والأمر ونكتفي بذلك.
ولا يوجد نص غالبا إلا وفي هذه الأفعال. فلا بد إذن من تعزيز ما نقوله بالمثال الذي جاء في النص. بالنسبة إلى القيمة والشعور، هناك فرق واضح بينهما. الشعور سنتحدث بالتفصيل، نتحدث عنه بالتفصيل في سياق الحلقة. بالنسبة إلى الشاعر، يعني ذكر في التمهيدي أن الشاعر كان ممن أسس الرابطة الأدبية، وربما هذه الرابطة لم يكن لها شأن الروابط الأخرى الرسمية، فذابت في ثنايا الروابط الأخرى، فنحفظ أنه من العصبة الأندلسية كما ورد في القراءة التمهيدية، لأن ذلك هو الذي استمر عليه فيما جاء في أدب هذه الوحدة، على خلاف الرابطة الأخرى التي جاءت أيضا في أدب المهجر. نستمع الآن إلى نص عرس المجد، بعد أن قلنا إن هذا النص عبر عن نقلة من صور المآسي والآلام إلى صور الانتصار. أيار عرسك معقود على الجبل، دم الشباب كتاب الحب والغزل، خرجت من كفن التاريخ أغنية، أولى القصائد كانت في فم الأزل. تعبت والسيف لم يركع ومزقني ليلي، وأرضي صلاة السيف لم تزلي. قل للتراب عرفنا كيف نترعها، كأس الشهادة فاسقي الأرض واغتسلي. تشريل ما زال في الميدان يا وطني، بين المحيطين فاسحق غيمة الشلل، وانزل هنا مرة أخرى على بردى، وبالشهيد بعطر الوحدة اكتحلي. انزل هنا مرة أخرى، أتسمعني؟ ما زال عرسك معقودا على الجبل. أطفال تشرين، أطفال تشرين ما ماتوا ولا انطفأوا ولا ارتضوا عن ظلال السيف بالبدل. أطفال تشرين يا صحراء أعرفهم، لا يخلط الموت بين الجد والهزل. أطفال تشرين يا وعدا أخبئه، للمعجزات لعرس العرس للقبل. لعل ما حدث الآن في هذا الخلل من خلال تبديل قصيدة بأخرى، لأن كلا النصين تحدث عن انتصار، يذكرني في بيت الشاعر سليمان العيسى: أيار ما همت الأسماء واحدة، على الطريق حكايات دم البطل. فالزملاء ربما يعني أشكر عليهم كلمة الانتصار، فتم عرض نص انتصار تشرين، انتصار تشرين بدل نص عرس المجد. لا بأس أن نتحدث عن ذلك النص، ثم نعود إلى عرس المجد الذي يبدأ بقول يا عروس المجد تيهي واسحبي. نتحدث عن انتصار تشرين كون تم عرض النص، ونحن في كل الأحوال نقدم إضاءة سريعة، يعني لم ندخل إلى عالم إلى تفصيلات النص، سيكون دخول المهارات بعد ذلك. انتصار تشرين، هذا النصر المظفر الذي سطعت فيه أنوار الحرية لتكون نبراسا في تاريخ الأمة العربية المعاصرة، لأنه تجاوز النكسة في عام 1967، هذه النكسة التي تركت الإنسان العربي مكسورا مهزوما وقد فقد ثقته بنفسه، بعد أن انتشر خبر أن الجيش الصهيوني لا يمكن أن يقهر، وهذه الأسطورة التي أخافت الإنسان العربي من مواجهته. ولكن جاء الرد في انتصار تشرين بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد في عام 1973، ليكون هذا النصر رد اعتبار عظيم لكل إنسان عربي أحس بأنه قد كسر بسبب الاحتلال الصهيوني الذي هيمن في تلك الفترة بسطوته وجبروته على قلب الأمة العربية فلسطين. وجاءت قصيدة عروس انتصار تشرين للشاعر السوري سليمان العيسى لتعبر عن التغني بهذا النصر العظيم وتمجيد التضحيات التي قدمت من قبل أبنائه. تماما. لازلنا في معرض الانتصار، وسبق هذا النص نص الشاعر عمر أبو ريشة الذي تحدث عن إرادة الإنسان العربي التي دحرت
الاستعمار الذي جاء إلى بلادنا تحت مسميات واهية كاذبة كالوصاية والحماية والانتداب أو حتى الاستعمار، يعني ربما يبدو ظاهر الكلمة أنه للتعمير أو للبناء، فكلها إذن هي يعني شعارات واهية ليس لهم هدف إلا أن يقوموا باحتلال البلاد وبسلب خيراتها. ولكن كما حدث في النص ذاته حين يقول الشاعر: درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلور أربي وارتمى كبر الليالي دونها لين النابي كليل المخلبي. إذا كان هناك إمكانية لإعادة استماع النص. طيب، لدينا اتصال الأستاذ طارق من حلب. ألو ألو طارق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى قصيدة عرس المجد، لا شك أن القصيدة تنتمي إلى الأدب الوطني، ولكن يعني ألا يكون تفريق بين الأدب الوطني والأدب القومي فيه بعض التعسف؟ فحينما تكون القضية أقرب إلى الوطنية فهي لا تخرج عن النطاق القومي، وحينما تكون أقرب إلى القومية فهي لا تخرج تماما عن النطاق الوطني. فهذا التفريق يمكن أن يوضع في مجال علم الاجتماع أو في مجال السياسة من أجل توضيح المفهوم أو توضيح المصطلح. أما على مستوى طالب فلا يجوز أن يكون هناك برأيي في الاختيار المتعدد تخييرا بين الوطني والقومي، فلا يوجد هناك فصل تام بين القضيتين. لا شك أن الأدب الوطني المقصود به الأدب المحلي الذي يتناول موضوعا مرتبطا بالأرض بالوطن الذي يسكنه الإنسان، أما القومي فهو يتناول مشكلة قومية لها علاقة بالكرامة، لها علاقة بقيمة القومية العربية. ولكن التفريق بينهما يعني تفريق لا يجوز أن يكون قاطعا على مستوى طالب. هذا هو رأينا في الموضوع. طيب أستاذي، هل استفسار أو سؤال؟ أنا أتحدث فقط عن وحدة القضايا القومية والوطنية. أما بالنسبة إلى الوحدات الأخرى، هناك في الأدب المهجري حينما يتم التحدث عن الأدب المهجري نشعر أن هناك لابد من وجود تحليق في الخيال، تناول قضايا على مستوى إنساني. المشكلة أن وحدة الأدب المهجري لم تقم إلا باختيار قضايا يعني لها علاقة بواقع الغربة. الثلاث يعني قصائد ثلاثة تنتمي إلى مذهب شبه اتباعي رغم إعلان أنها قريبة من المذهب الإبداعي، ولكن يعني لم نجد مثلا شعرا مقطعيا، الطلاسم لإيليا أبماضي، وجدنا فقط قصيدة جبران خليل جبران، ولا أعتقد أنها كافية لتمثيل الأدب المهجري. وشكرا لكم. طيب صديقي الغالي، بالنسبة إلى الشق الأول من هو لم يكن سؤالا وإنما كان رأيا، بالنسبة إلى موضوع انتماء النص، دائما وأبدا يعني تركز الآن الطرائق التي نتعامل بها مع الأبناء الطلاب إلى التركيز على نقطة واحدة. يعني يسأل الطالب عن شعور في بيت واحد، يسأل عن مهارة، عن مسألة ما في بيت واحد، فنحن نتعامل مع النص كما تم اقتطاعه. أنا أعلم أن هناك بيتا في نص عمر أبو ريشة من شأنه أن يجعل منه نصا قوميا: أين في القدس ذناب عقرب لم تلا، أين في القدس ضلوعا غضة لم تلوسها ذناب عقرب. هذا كلام صحيح، ولكن نحن نتعامل مع هذا النص في الإطار الوطني، للشاعر أن يطلق خياله كما يشاء. أما أنا لدي قضية تتعلق بالانتداب الفرنسي على سوريا، إن توسع الشاعر أو ذهب إلى الالتفات أو إلى الاستطراد أو إلى قضايا أخرى تهم الأمة أو لامست مشاعره في تلك اللحظة فله ذلك. أما نحن ندرس النص في سياق الأدب الوطني لأننا نعلم أن سايكس فيكو عندما قسم البلاد العربية كان الاحتلال الفرنسي من نصيب سوريا. بالنسبة إلى موضوع الوحدات، يعني باب المركز الوطني لتطوير المناهج والوزارة مفتوح على مصراعيه لكل الاستفسارات والاقتراحات البناءة، فيمكن لك أن ترفع ذلك الاقتراح إلى الوزارة، سواء إلى شعبة توجيه اللغة العربية أو إلى المركز الوطني، وكل توصية لها
يعني درجة من الإقناع سيؤخذ بها لدى القائمين على المناهج، وهذا أمر يعني أعلن مرارا وتكرارا. وكما قلنا تقام يعني كل مسألة سواء في النماذج أو سواء في الكتب يتم عرض هذه النماذج والكتب على المواقع الإلكترونية رسميا وللملأ على الملأ من أجل أخذ آراء وأخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي للعمل على تجويد وتطوير العمل. فذلك متاح، يعني آسف أن أقول لك أن ذلك ليس مكانه الآن في هذه الندوة. نحن نقوم بعرض هذه الوحدة بالإضاءة على هذه الوحدة، ولكن الأمور الأخرى لا شك أن الأقنية الأخرى على استعداد لاستقبال كل ملاحظات الزملاء. باعتبار ما زلنا في نص الحديث كله دار حول نص عرس المجد للشاعر أبو ريشة، نعود إلى استماعنا النص قبل أن نتحدث عنه بإضاءة سريعة. يا عروس المجد تيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهب، لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدما حر أبي، درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأربي، وارتمى كبر الليالي دونها لين الناب كليل المخلب، لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرفت طربا وانتشت من عبقه المنسكب، وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي، أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحبي، هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب، قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب، وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي، نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب، هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة ندب. إذن استمعنا إلى النص، لكن قبل ذلك معنا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل نسمعك. كيفك أستاذ الكريم؟ السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ مصطفى، أنا ثائر غانم وجه اختصاصي من اللاذقية. كيف صحة؟ أهلا وسهلا أستاذ ثائر، كل التحية لك ولضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. وألف شكر لكم. حببت أستاذ الكريم فقط الإضاءة على إعراب كلمتي، كلمة دماء وأرقناها دماء حرة في قصيدة عرس المجد، وكلمة كأس إذا أمكن أثناء الندوة، لأنها حقيقة فيها الكثير من الأحاديث أحيانا عبر الموجات. وشكر، شكر لكم. تمام، سيكون لك ذلك. هل من إضاءات أخرى أستاذ ثائر؟ لا، كل التحية لك أستاذ الكريم ولبيتك الكريمين. شكرا لك أستاذ ثائر، أشكر اتصالك ونشكر هذا الاهتمام منك ومن سائر الزملاء. إذن بعد أن استمعنا إلى النص رأينا أن هذا النص تحدث عن انتصار الإنسان العربي السوري على المستعمر الفرنسي، وكما قلنا في بداية التمهيد أن يوسف العظمى خرج إلى ميسنون إلى معركة غير متكافئة، ثم تتالت بعدها الثورات من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب، لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي، إلى أن خرج البغي لا يموت الحق مهما لطمت عارضه قبضة المغتصب. ثم عبر الشاعر عن هذا الفرح باللقاء بالعودة إلى الوطن، ولعل المغترب والمغترب هناك أيضا قراءات حولها، أنه مغترب أم مغترب، هناك قراءات مختلفة لها، لكن كلها تصب في المعنى العام المقصود، وهو تماما الانتصار، القوة بعد الضعف والانتصار بعد
الليالي العودة إلى الوطن بعد أن حصل على الظفر والاستقلال. نعم. طيب بالانتقال إلى القصيدة الأخيرة بإضاءة سريعة قبل أن ندخل إلى مهارات هذه الأحداث، لدينا قصيدة الجسر للشاعر، ماذا يمكن أن نقول عنها قبل أن نسمعها؟ طبعا أولا نرحب بطلابنا الأعزاء على مدى سوريا الحبيبة. قصيدة الجسر هي قصيدة من الأدب الفلسطيني، طبعا هذا الأدب الذي هو يعتبر من الأدب من الآداب التي عبرت عن قضية العرب الأساسية، وكانت هذه بعد النكبة. والشاعر محمود درويش من الشعراء الذين جسدوا هذه المرحلة وعبر عن حلم الإنسان العربي بالعودة إلى فلسطين في قصيدته جسر، هذا الحلم الذي ما زال مستمرا رغم الآلام ورغم المصاعب، فإن الطريق إلى فلسطين سوف يكبر بكبر عزيمة الإنسان العربي وأسراره. فتجسدت هذه القصيدة من خلال الإصرار على العودة إلى فلسطين وتجسيد ما لاقاه الإنسان العربي من متاعب ومن آلام في هذا الطريق الصعب، ولكن في النهاية هناك الأمل بالعودة، وهناك الأمل الممزوج بالإصرار وتحدي العدوان الصهيوني للوصول إلى والعودة إلى ربوع فلسطين. فجسدت هذه القصيدة هذا الحلم الذي يعبر عن حلم كل إنسان عربي. تماما. إذا نستمع إلى قصيدة الجسر للشاعر محمود درويش. نعم. مشيا على الأقدام أو زحفا على الأيدي نعود، قالوا وكان الصخر يضمر والمساء يدا تقود، لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق دم ومصيدة وبيد، كل القوافل قبلهم غاصت وكان النهر يبصق ضفتيه قطعا من اللحم المفتت في وجوه العائدين، كانوا ثلاثة عائدين، شيخ وابنته وجندي قديم يقفون عند الجسر، كان الجسر نعسانا وكان الليل قبعة، وبعد دقائق يصلون هل في البيت ماء، وتحسس المفتاح ثم تلا من القرآن آية، قال الشيخ منتعشا وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى، قالت ولكن المنازل يا أبي أطلال، فأجاب تبنيها يدان، ولم يتم حديثه إذ صاح صوت في الطريق تعالوا، وتلته طقطقة البنادق لن يمر العائدون، حرس الحدود مرابط يحمي الحدود من الحنين، أمر بإطلاق الرصاص على الذي يجتاز هذا الجسر، هذا الجسر مقصلة الذي ما زال يحلم بالوطن، الطلقة الأولى أزاحت عن جبين الليل قبعة الظلام، والطلقة الأخرى أصابت قلب جندي قديم، والشيخ يأخذ كف ابنته ويتلو همسا من القرآن سورة، وبلهجة كالحلم قال عينا حبيبة الصغيرة لي يا جنود، ووجهها القمحي لي لا تقتلوها واقتلوني، وبرغم أن القتل كالتدخيني لكن الجنود الطيبين الطالعين على فهارس دفتر قذفته أمعاء السنين لم يقتلوا الاثنين، كان الشيخ يسقط في مياه النهر، والبنت التي صارت يتيمة كانت ممزقة الثياب وطار عطر الياسمين، والصمت خيم مرة أخرى وعاد النهر يبصق ضفتيه قطعا من اللحم المفتت في وجوه العائدين، لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق دم ومصيدة، ولم يعرف أحد شيئا عن النهر الذي يمتص لحم النازحين، والجسر يكبر كل يوم كالطريق، وهجرة الدم في مياه النهر تنحت من حصى الوادي تماثيلا لها لون النجوم، ولسعة الذكرى وطعم الحب حين يصير أكبر من عبادة. إذن استمعنا إلى هذا النص الذي مهد له الزملاء،
ثمرة الآن الإضاءات السريعة على النصوص، نصوص الوحدة، ندخل إلى مهارات النص، مهارات النصوص التي تناولت يعني بمستوياها الفكري والفني بعض التطبيقات على مفردات هذه النصوص. وطبعا الغاية دائما أن نتعلم كيف ننفذ هذه المهارة، يعني عندما آتي إلى استخراج حق المعجم قيمة مثلا أو حق المعجمي أو أسلوب خبري أو إنشائي، سواء مهارة تنتمي إلى الأسلوب إلى المستوى الفني أو المستوى الفكري ومستوى التركيبي وغيره، ذلك هي مهارة تنسحب على كل أمثلة الكتاب تماما. يعني لا نقيد أنفسنا في مهارة محددة، وما أسأل عنه ربما هنا في نص آخر أسأل عن أمور أخرى، لأنني ربما أكون قد أشبعت تلك المهارة تماما. إذن لدينا دائما يطالع لأبناء الطلاب سؤال عن الحق المعجمي في معظم النصوص طبعا، ماذا يمكن أن نضيء على هذه المهارة، وكيف يمكن للطالب أن يتوصل للحق المعجمي، وبماذا يخدمنا الحق المعجمي فيما بعد؟ معرفة الحق المعجمي له أهمية كبيرة، سواء كان من أجل استنباط الفكرة الجزئية أو الفكرة الرئيسة أو حتى الفكرة العامة للقصيدة ككل. وحتى يتعلم الطالب ما معنى الحق المعجمي، هو مجموعة من الكلمات ترتبط كلها بمعنى واحد، وهو لنعتبر أنه المنهل، هو النبع. أنا أعتذر عن مقاطعتك، معنا أحمد من دمشق. ألو، ألو يا أحمد، نسمعك. لو سمحت أنا عندي سؤال حول كيفية كتابة الموضوع الأدبي. كيفية كتابة الموضوع الأدبي؟ طيب. تحديدا موضوع الشاهد. هل أنت طالب علمي أم أدبي يا أحمد؟ أدبي. أدبي طبعا لا فرق، يعني بالنسبة إلى موضوع التعبير لا فرق. سيأتي الحديث بالتفصيل عن موضوع التعبير، فابقى معنا إلى نهاية الندوة. هل لي سؤال آخر يا أحمد؟ بس أنا بس تحديدا سؤالي بالموضوع عن الشاهد. عن الشاهد؟ أي تماما. طيب. هيا فيني نذكر أكثر من شاهد واحد، وفي موضوع التعليق على الشاهد، أنا بعلق على الشاهد أو لا؟ يعني لدينا في الأول الثانوي أيضا يعني كيف نكتب موضوع وفق مدخل عمليات الكتابة، أظن أنه يشرح بالتفصيل كيف أتعامل مع موضوع التعبير، ولكن يعني لا أجد نفسي مضطرا كثيرا إلى أن أعلق على الشاهد، يعني بعد أن أقوم بدراسة الفكرة دراسة مشبعة أنتقل من العام إلى الخاص إلى ما يخدم الشاهد الذي سوف أتناوله، هناك فكرة رئيسة قد يكون لها أكثر من شاهد، فأنت تنتقل بالفكرة من العام إلى الخاص أي بما يناسب الشاهد الذي سوف تختاره لكتابة أو لإتمام موضوعك، أظن أن بعد ذلك يعني ليس من الأهمية بمكان أن تعلق على الشاهد. أما بالنسبة إلى كتاب أكثر من شاهد، لو رجعت سلالم التصحيح لوجدت أنها تطلب دائما شاهدا واحدا على الفكرة، الشاهد الثاني يأتي من باب الإغناء، قد لا تأخذ عليه درجات وربما تحاسب عليه، ربما إن أخطأت في كتابته أو يعني من الأخطاء الإملائية أو غيرها. فإن كنت متيقنا من صحة الشاهد ليس هناك مشكلة في الأمر، ولكن إذا أردت أن تعرف المطلوب بدقة أو الذي يكفي لي إغناء الفكرة هو شاهد واحد وكفى. نعم شكرا لك. طبعا هذا لا يمنع أن يكون مثلا عدة شواهد لنفس الفكرة. طبعا لا يعني لا نقيد الطلاب أنفسهم بشاهد واحد، سوف نتناول ذلك بالتفصيلية في موضوع التعبير تماما. آسف في المقاطعة، ولكن الطالب يعني يكون على الهاتف ربما لا يستطيع انتظار فترة أطول. تفضل. إذا كنا نتحدث عن الحقل المعجمي وهو مجموعة من الكلمات التي ترتبط بمعنى واحد، ونعتبر أنه هو الوعاء الذي يشمل كل هذه الكلمات، وحتى يتعلم الطالب كيف، طبعا هنا كلها مرتبطة بمعنى، فيعرف مثلا أن الكلمات كما وردنا معنا في قصيدة حتى ما تغفلوا، مثلا قلنا أن الفكرة العامة ممكن أن تدلنا، ولكن الأساس أن يعرف الحقل المعجمي ليصل إلى الفكرة العامة. فمثلا لدينا الكثير من المفردات أو الألفاظ التي تدل على الممارسات الاستبدادية التي يقوم بها العثمانيون، مثلا كلمة عزفهم، الجور، تخفض،
إذلال، هناك الكثير من الكلمات التي تتحدث عن ممارساتهم. فهنا نستنبط أن هذه الكلمات كلها تعود إلى فكرة وهي فضح ممارسات الاحتلال العثماني واستبداده. أيضا هناك حقل آخر وهو الدعوة إلى مناهضة هذا الاستبداد في المقطع الأول، خاصة حين قال انتبه أما علمتك الحال أغيث بلدا ما كنت تجهله. هناك هذه الكلمات أيضا كلها تندرج تحت التنبيه، الدعوة، اليقظة. فهنا تكتمل هذه المفردات لتكون مع بعضها فكرة قد تكون فرعية لبيت أو رئيسة لمقطع أو فكرة عامة للقصيدة كلها. طبعا يجب أن نأخذ القصيدة بكليتها، كل ما فيها يعني بكل بمختلف أبياتها. إذا الحقل المعجمي قد يكون من الطرق التي توصلنا إلى استنباط الفكرة العامة. وطبعا نبحث دائما عن الكلمة التي تعبر عن هذا الحقل. طبعا كلمة يعني يحبذ أن نبتعد عن التراكيب حتى الإضافية منها. تماما، ونعلم أن الكلمات قد تتطور دلاليا من مكان إلى آخر، فربما نجد لفظة تعبر في هذا السياق تعبيرا يختلف عن وجوده في سياق آخر، فهذا يخدمنا في جو النص العام. أنا يمكن أن أستثمر اللفظة داخل النص، يعني تستمد اللفظة أو الكلمة قيمتها من وجودها في هذا النص أو في هذا الإطار. بعد الحقل المعجمي يتساءل الطلاب دائما كيف نتوصل إلى الفكرة الفرعية، ولا سيما أننا نجد أن هناك أيضا بعض الأسئلة تتعلق بموضوع الشرح، ولعلها مرتبطة ببعضها البعض، لعل ضعف الأداء في الشرح ينسحب عليه الضعف في استنباط الفكرة والعكس صحيح أيضا. نعم. الفكرة الفرعية طبعا استنباطها من البيت الشعري يعتمد أولا على فهم الدلالة، فلكل كلمة دلالة معينة. فلدينا بيت للشاعر عمر أبو ريشة يقول: يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهوب. فكلمة عروس وكلمة المجد لها دلالات في هذا النص، فدلالتها هي تعبر عن الفرح، عن هذا الفرح الذي عبر فيه الشعب عن فرحه بنصر أجلة. فأنا عندما أعلم أن كلمة عروس دلت على الفرح، والمجد هو يدل إلى النصر، وتيه تدل على التباهي بهذا النصر، فأستنتج من خلال مدلولات هذه الكلمات التي ارتبطت بمعنى النص، فأنا لا يمكن أن أجردها عن النص، فيجب أن يكون لكل كلمة مدلول مرتبط بالنص. فأنا عند تذوقي لهذا البيت أعرف أن كلمة عروس استخدمت هنا للتعبير عن جمال النصر، عن بهاء هذا اليوم، وكلمة المجد أتت لتدل على النصر الذي تحقق. فمدلول هذا الكلام يدل على فكرة فرعية نستخلصها، هي الفرح بنصر الجلاء من خلال هذا الاستنباط الدلالي للمفردات. يعني الفكرة هي خلاصة الشرح تمام. أو المعنى. يعني هناك أحيانا يكون أيضا سؤال بين الفرق بين الشرح والمعنى. الشرح يعني يأتي في حالة تتبعية من داخل تماما، يتحدث، يفضل أن يتحدث الطالب بلسان الشاعر. المعنى كأنه ينظر إلى البيت من بعيد، يعني يقول أن الشاعر يتناول كذا، يعني يتحدث عن البيت ولكن يصب في ذات الحقل، يعني لن يخرج إلى معنى هو مختلف. يجب أن يرد تماما الفكرة أثناء الشرح، وتأتي الفكرة لي تكون خلاصة هذا البيت. نعم. فبعض في بعض أحيان يحتوي البيت على أكثر من فكرة تماما، لذلك البعض كان يميل إلى الفكرة الجزئية. يعني كما نجد أبيات لشعراء يمكن أن تختصر جميعا في فكرة واحدة، نجد أبيات لشعراء تحتوي على فكرتين تماما جزئيتين، فيجب أن نقوم بعملية الدمج بينهما لنعطي المعنى المطلوب. هل من إضافة على موضوع الفكرة الفرعية آنسة؟ في بيت بنفس القصيدة للشاعر عمر أبو ريشي أيضا يمكن أن أردف على ما قاله الزميل، أن
المفردات أو الحقل المعجمي قد يدلنا على فكرة هذا البيت. فمثلا قال لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. فهنا كلمة دماء وهي اختصار لكلمة دماء وحر تدل على التضحيات والشهادة، وكلمة حفنة هي إشارة إلى تراب الوطن، فتكون من خلال هاتين المفردتين أن نكتشف منها الفكرة الفرعية لها، وهي كسرة التضحيات التي بذلت على أرض الوطن رمى التراب أو في عيد الجلاء. تماما، تعقيبا على كلمة دماء، يعني الشعراء يضطرهم أحيانا الوزن أو القافية إلى بعض التصرفات، وهناك ما هو ما يسمى بالضرائر الشعرية. هناك ضرائر شعرية منها ما هو مثلا يتعلق بصرف الممنوع، يجوز للشاعر يصرف الممنوع يد سورية تماما، ويمكن أن أيضا أن يجعل الهمزة القطع وصل أيضا تماما أو العكس، يعني عندما قرأت النص أنت التزمت في الكتاب شيخ وابنته لكن الصوت هنا كان يعني ينبغي على الوزن أن لو ظرناها قطعا لا مشكلة، ولكن لأن الشعر تفعيل تماما يكون حرة. إذا هي من موضوع يعني اللي يتعلق بضرائر الشعرية تماما. طيب هذا الأمر يعني ينصب دائما في إطار عام هو الفكرة العامة، بعد أن توصلنا من الفكرة الفرعية إلى الفكرة الرئيسة نصل إلى الفكرة العامة. أيضا كيف يمكن للطالب أن نعزز لديه مفهوم الوصول إلى الفكرة العامة؟ تماما، الفكرة العامة هي مجموع الفكرة الرئيسة في النص، فأنا عندما أريد أن أحدد فكرة عامة لقصيدة فأنا أمام مقاطع لهذه القصيدة، وعندما أريد أن أحدد فكرة رئيسة فأنا أمام فكرة فرعية لأبيات من الشعر. فمثلا لدينا مقطع للشاعر سليمان عيسى مكون من ثلاثة أبيات، فيه أطفال تشرين ما ماتوا ولا انطفأوا ولا ارتبوا عن ظلال السيف بالبدل، أطفال تشرين يا صحراء أعرفهم لا يخلط الموت بين الجد والهزل، أطفال تشرين يا وعدا أخبئه للمعجزات لعرس العرس للقبل. فلدي أنا أطفال تشرين في هذا المقطع هي تدل على جيل المقاومة، فأطفال تشرين وكلمة وعد هي تعبر عن الأمل في البيت الآخر، وكلمة العرس أيضا تعبر عن الأمل بالنصر. فمن خلال هذه المدلولات المجتمعة في هذه الأبيات أصل إلى مسمى هو الفكرة الرئيسة لهذا المقطع، وهي الأمل بجيل المقاومة. فأخذت كلمة الأمل من كلمة وعد التي وردت في البيت الأخير، وأخذت كلمة أجيال المقاومة من كلمة أطفال تشرين والتي طبعا كررت لتؤكد على جيل المقاومة وعلى قوة هذا الجيل. ففائدة تكرار هذا التركيب أطفال تشرين يدل على التأكيد على الأمل بهذا الجيل الواعد الذي سوف يحقق النصر ضد الاستعمار. تماما، يعني حتى ورود لفظة العرس التي هي تأتي للفرح، نعم، ولكن بما أنه العرس الذي سيحدث مستقبلا جاءت في ظل الأمل. تماماً. مع أن كلمة عرس بمفردها تعبر عن الفرح، ولكن ما دام هذا العرس منتظرا وأن الشاعر يأمل في الأجيال القادمة أنها ستصنع تشارين أخرى في المستقبل، لأن الشاعر كان يرى في سياق النص أن المعركة لم تنتهي، وهذه حقيقة تعبت والسيف لم يركع ومزقني. ثم يقول حتى عندما يقول يعني اسعى قيمة الشلل، هو يرى أن معارك تشرين مستمرة ولكنها لم تنتهي بعد، فالأمل على الأجيال القادمة أن تحرر باقي التراب العربي المحتل ليكتمل العرس ويكتمل الفرح. هل من إضافة أخرى على موضوع الفكرة العامة آنسة بنان؟ كما تحدث زميلي، المعنى الجامع لهذه الأفكار الفرعية والأفكار الرئيسة في البيت تشكل الفكرة العامة، وأيضا الفكرة الرئيسة نقوم كما ذكر زميلي مثلا في هناك كثير من المقاطع، مثلا في المقطع الأول من قصيدة حتى ما تغفلوا، حين قلنا الفكرة الفرعية الرئيسة لهذا المقطع من خلال الكلمات الواردة انتبه واستفيقوا عفوا انتبه وأغث. فهنا الدعوة إلى إنقاذ البلاد وترك الغفلة. تمام.
فهنا استنتجنا الفكرة الرئيسة لهذا المقطع من خلال المعجم الحقل المعجمي للكلمات واستنادا على الأفكار الوردة أصلا في الأبيات. تماما. إذا نحن يعني كتطبيق إجرائي يعني يأتي الطالب إلى الحقل المعجمي إلى المفهوم العام الذي كونه على النص فيستنبط بداية الفكر الفرعية ثم رئيسة ثم فكرة عامة، وطبعا لا يتقيد بلفظة ما. يعني ربما الآن الطالب يستمع إلينا ونحن نقوم بهذه الإضاءة هي إضاءة سريعة، يعني هذه الساعة ونصف نختصر بها ربما أكثر من شهر يطبق عمليا في المنهاج على أرض الواقع، فهي إضاءة. إذن فهنا إذا نحن نقول ربما يستمع إلينا الآن فيستمع لتعبير معين عن فكرة ما، هذا ليس ثابتا. لا. هذا تعبير متغيرا حسب كلفظ من النص. شخص إلى آخر. تمام. يعني الفكرة قد يعبر عن الفكرة العامة بعدة ألفاظ أو أساليب حتى وإن كان الفكرة أسلوب يعني نمطي معتمد كان يرى البعض أن تبدأ بمصدر ولكن بألفاظ ربما تكون مختلفة لكن تؤدي ذات المعنى. كذلك في الشرح يستمع الطالب إلى أكثر من شرح في الصف الواحد كل الشروحات صحيحة ولكنها بتعابير مختلفة بأساليب مختلفة لكن كلها صحيحة في النهاية. حتى في علامة الشرح هناك علامة الأسلوب تماماً. كيف يصيغ الطالب شرحه بأي أسلوب حتى سلالم التصحيح تترك ساعة لذلك تماماً. يعني يضع الفكرة ويضع نقاط أو يقول فيما معنى ذلك أو ما في معنى ذلك أو ربط هذه تماماً. الكلمات ببعضها بشكل صحيح تماماً. ننتقل من الفكرة العامة إلى موازنة ولكن قبل ذلك معنا نور من حماة. ألو. ألو. تفضل يا نور. أستاذ بس عندما أبحث أحاول استخراج الفكرة العامة أو الفرعية هل ضروري أن نبدأ بمصدر؟ ذكرت ذلك قبل قليل. هل أنت نور ذاتها التي اتصلت في أول الندوة أول الحلقة؟ لا عفوا ما كنت طيب. متابعة. تمام تمام. طيب. هل من سؤال آخر يا نور؟ نعم. حاولي مرة أخرى لعل الحظ يسعفك مرة أخرى. كنا نتحدث منذ قليل أن البعض يرى أن تبدأ الفكرة بمصدر لكن الأهم أن نأتي بالمعنى الموجود في هذه الفكرة. ربما يشعر الطالب أنه تقييد أن نحيط تماما. يعني هذه الأمور ربما توقظ الطالب من أن يقع في أخطاء أخرى ممكن أخرى. أن أشير إلى ممكن أن يحدث خلط في بعض الأحيان بين الفكرة والشعور وبين الفكرة والقيمة تماماً. لذلك يعني عندما يتبع أمرا وإن كان ربما العلوم يعني تقر طريقة أخرى أو لا تعتمد على طريقة أو لا تعتبر أن هذه طريقة الوحيدة لكن هناك بعض القضايا مدرسيا تفيد الطلاب تماماً. بأكثر طريقة منهجية أننا نعتمد ذلك كي لا نقع بالخلط بين مع أن هناك فكر قد لا نستطيع الخروج منها لا نستطيع البعد عن المشاعر يعني إذا أتينا إلى نص تماماً. كنص شاعر نزار قباني فرحة لا نستطيع الحزن على الحزن ابنه على ابنه لا نستطيع نخرج من الألفاظ التي تعبر عن شعورنا تماماً. طيب عادت إلينا نور من جديد تفضل يا نور. أستاذ عندما أحاول معرفة نمط القصيدة ففي قصيدة حتى ما تغفلوا نعم. وجدت أنه نمط إعازي أو برهاني نعم. لا أنه لم أعرف استخراج النمط من بقية القصائد نعم يعني أيه تريدين هل السؤال حول النمط الإعازي أو فقط البرهاني أم أنك تريدين أن يعني أنا لم أعرف ما المقصود بالسؤال كيف أيه تبحثين كيف تجدين من أي نمط القصيدة القصيدة ككل يعني نعم. طيب هل ربما لا يعتمد الشاعر أنا سأترك الإجابة للزملاء ولكن ربما لا يعتمد الشاعر على نمط واحد في النص في ذات النص طيب تفضل هلا النمط السردي معروف عنه أنه تكسر فيه الأفعال الماضية وتكسر فيه الجمل الاسمية أحيانا والوصوف ممكن لأنه سرد يسرد أحداث طيب. وقعت طيب لا تزال نور معنا هل يعني أظن أننا قاطعناها أنت معنا يا نور؟ نعم هل تسمعين الآن الإجابة؟ نعم طيب هل لك أسئلة أخرى خشكة من قطاع الاتصال قبل أن ما هو؟ نعم ففي بس في قصيدة انتصار تشرين نعم في عنا مثل أيار
أراد الشاعر بها عيد الشهداء. نعم. وخرجت وكفن التاريخ إشارة إلى نكسة احترام. نعم. هل في قصائد أخرى تحتمل أوجه أخرى يعني كرمزية يعني؟ تقصيني آراء أخرى. يمكن كما قلنا للدلالة أن تنتقل من مكان من نص إلى آخر، تتغير دلالة النص حسب السياق. بحسب السياق. ولكن يعني أظن أن الكتاب جير كفر التاريخ إلى نكسة حزيران، إلى نكسة حزيران، وربما إلى شيء من الإيجابية عندما ربط الانتصارات بها الماضي بالحاضر، خرج من كفر. تماما. نعم. وإشارة الإشارة للشهداء كانت إشارة إلى صانعي الانتصار. تماما. يعني هو لم يشأ الشاعر أن يقف عند موضوع الشهادة كموضوع شهادة، وإنما كانت ممهدا للانتصار. أيار وعرسك معقود على الجليدم الشبابي، لينطبق من ذلك إلى انتصار تشرين الذي صنعه الشهداء أو صنعته دماء الشهداء. إذا طلب منا أن نحدد مثلا ما أراد الشاعر بزال بأيار أو كفن التاريخ، أنا أذكر ما ذكر في الماء في إذا طلب إليك في هذا النص أو غير هذا النص يا نور، عليك أن تعودي إلى روح النص. يعني أنا ما هي حركة النص العامة؟ ماذا أراد الشاعر في هذا النص عموما أستفيد منها عموما؟ مع أن الأسئلة غالبا حسب ما وجدنا في الدورات السابقة أنها يعني تقريبا تقيد السؤال في بيت محدد، وإن كان في أكثر بيت سيطلب إليك ذلك. يعني لا يوجد هناك في الأمر تقريب. هل أنت طالبة علمي أم أدب يا نور؟ علمي. علمي. بشكل عام الأسئلة كما وجدنا في السنوات السابقة، والكتاب يطبق في هذا العام للسنة الثالثة، فليس هناك أمور غامضة وليس هناك يعني معادلة في المسألة، وإنما هناك بساطة. ولكن أحيانا البيت الواحد بحاجة الطالب إلى أن يدقق فيه، ولا سيما موضوع الاختيارات. يعني كان يحضرني ذلك قبل في حديث الزملاء عندما تحدثنا عن الوطن القومي أو غير ذلك، يجب أن يدقق طالب في اختياراته ليعبر عن الأشمل. يعني إذا طلب إليك أن تختاري الفكرة العامة فوجدت هناك عبارة تمثل جزءا كبيرا من النص لكنها قد لا تكون صحيحة لأنها ليست عامة، فنحن نقول لا يبحث وضع السؤال عن الإجابة الأصح، ليس هناك صحيح وأصح كما يشاع في بعض الأحيان، ونسأل كثيرا عن ذلك من الطلاب وأولياء الأمور. يطلب دائما إجابة صحيحة واحدة. لذلك عندما لا يكون الكلام أو لا تكون الجملة معبرة عن عموم النص فهي ليست فكرة عامة. نعود لإجابة على الأنماط. نعم. نجيب عن الأنماط أنه كيف تميز إن كانت هذه القصيدة من النمط السردي أو الإعازي أو البرهاني. طبعا مؤشرات كل نمط. مؤشرات. نعم. مؤشرات النمط السردي كسرة الأفعال الماضية والجمل الإسمية والصفات كونها سردة حدث وقع في الماضي. النمط الوصفي تكثر فيه طبعا الجمل الإسمية والصور والتشابيه والوصول. أنا أعتذر يعني دائما حاطنا معك مقاطعة. معنا نورة من اللاذقية، يعني كانت معنا نورة الآن نورة بالتاء مربوطة. ألو ألو، أنت معنا يا نورة؟ ذهبت نورة، يبدو أن الصوت ضعيف أو أنها طيب. إن عادت فنعود لها نسمع لها من جديد على هذه الأسئلة. إذن مؤشرات الأسلوب الوصفي قلنا الجمل الإسمية والوصوف والصور والتشابيه. البرهاني يكون أسلوبه سهل واضح ويكسر فيه الحجج والبراهين، الأدلة. الأدلة يعني يستدل على ما يقول، ما يقول بأدلة. تمام. واقعية طبعا. والإعازة تكسر فيه الجمل الإنشائية وخاصة الطلبية إن الطلب. كانت أمر أو تمام فيه. وهي ألمحت إلى ذلك تماما. ولا يمكن كما ذكرت أستاذ أنه لا يمكن أن يكون النص كله من نمط واحد، فقد تمام. يكون بيسرد في المقطع الأول ثم يوعز في المقطع الثاني ويعطي حجج أثناء، فأيضا لا نحب تقييد بهذا. يمكن في بيت أو مقطع النمط. نعم. بالانتقال إلى الموازنة. الموازنة. نعم. نعلم أن الموازنة هي بين بيتين يلتقيان عادة في وجه من أوجه التشابه والاختلاف، ويطلب إلى الطالب دائما وجه تشابه ووجه اختلاف.
ولكن ربما يجد البعض أن ميدان الاختلاف أوسع. طبعا. أن التشابه يلتقيان في كذا ولكن تبدأ التفريعات. تمام. تفضل. بالنسبة للموازنة، طبعا الموازنة هي مهارة إن امتلكها الطالب وعرف كيف يميز أو كيف يستخلص أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. فأنا أولا أنظر إلى وجه الشبه، ما هو أو ما هي الكلمة الموجودة أو ما هو المعنى الموجود. إن لم تسمع في الكلمة ممكن أن تكون كلمة ودلالتها هي نفس الكلمة الموجودة في البيت الآخر. فلدينا مثلا عندما قال الشاعر جميل صدق الزهاوي: ألا فانتبه الأمر حتى ما تغفل، أما علمتك الحال ما كنت تجهل. وقال الشاعر إبراهيم اليازجي: تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، فقد طم الخطب حتى غاصت الركب. فأولا أنظر إلى البيتين فأرى أن الشاعر إبراهيم اليازجي استخدم تنبه والشاعر الزهاوي استخدم انتبه. فهنا يمكن أن أستدل من خلال هذا الأمر إلى أن كلا الشاعرين دعا إلى التنبيه أو أكد تنبيهه للشعوب. ومن وجه الشبه أنطلق إلى الخلاف أو الاختلاف. من وجه الشبه فأنا تنبه وانتبه. تنبه كان خطابه إلى العرب كافة، وانتبه كان مخاطبا الإنسان كمفرد ليبتعد عن غفلته من الأحداث التي يتعرض لها. فأنا بنيت وجه الشبه أن كلا الشاعرين نبه الشعوب للخلاص من الفتيان. ليس أمر ضروري أن نبنى وجه الشبه على وجه الاختلاف. تمام. على وجه الشبه؟ يعني هو وجه الشبه أولا تنبه. عندما أراد الشاعر أن يخاطب المفرد قصد الجمع. قصد الجمع. ولكن للطالب الحق أن يقول هنا خاطب الجماعة هنا خاطب. طبعا يؤخذ كوجه الاختلاف. يؤخذ الاختلاف بالطريقة والأسلوب. يعني هو يتحدث عن الجمع وجه الشبه. وهنا تحدث عن مطلوب الجمع. تمام. الاختلاف من ناحية واحدة، نحن نريد أن نركز للطالب عندما يريد أن يوازن بين بيتين من وجه الاختلاف من ناحية واحدة، فلا يذكر شكل ولون، شكل وشكل، لون ولون، يعني من ناحية واحدة فقط. فهنا مثلا حتى هذه كما قلت أستاذ مصطفى أنه التنبيه كان للعرب كافة حتى لو كان يخاطب إنسان عربي، فيمكن يعني ولكن تقبل. هنا يمكن أن يقبل وجه اختلاف آخر. طبعا نحن أوجه اختلاف كما تفضل الأستاذ مصطفى أوجه مختلفة. فأنا أولا أستخرج أوجه الشبه وبعد أنظر ما هو الخلاف الموجود بين هذين البيتين انطلاقا من وجه الشبه وليس انطلاقا من وجه آخر. فأنا عندما أقول تنبه واستفيقوا أيها العرب فقد تم الخطب، يعني هما اتفقا لكن اختلفا في كذا. طبعا لكن أنا أفهم يعني أعرف ما الذي تلمح إليه الآن سبنان، وهو موضوع أن يكون التقابل في الاختيار. يعني تمام. عندما يضع سنة التصحيح جدولا بنقاط الاختلاف تماما. هو لا يطلب إلى الطالب أن يصمم جدولا، يعني يظن بعض الطلاب أنه يجب أن يصمم، وإنما هو إشارة انتبه كدا. تماما لا يمكنك أن تأخذ وجه للاختلاف بالفقرة مثلا ألف يقابلها وجه آخر والفقرة جيم، ليس شرطا، يجب أن يكون في هناك تقابل في هذه النقطة تماما. يعني لا يأخذ الطالب كل حالات الاختلاف في الحق الألف يختار واحدة منها، وحالات الاختلاف في الجدول بي يختار حالة حالة أخرى. يجب أن تكون تماما، يجب أن تكون متقابلة تماما. لذلك السلم يأخذ بإجابات بكل الاحتمالات الممكنة تماما، حتى أيضا الطلاب كي لا يخاف أبناء الطلاب هل أنا سأجيب بهذا الكم. لا، السلم يأخذ دائما الاحتمالات العديدة التي يمكن يأتي بها الطلاب، وليس الدور أن يكتب الطالب كل ما ورد. نكتفي بوجه واحد مثلا. تمام. يمكن أن يجد وجه اختلاف بين هذين البيتين ولا أقول لزاما طبعا. مثلا الشاعر اليازجي قال طم الخطب، أي أن المصيبة عمت. نعم. أما الزهاوي فقد قال أما علمتك الحال المصيبة لم تعلم. فهنا كلاهما ذكر المصيبة والواقع الذي امتلأت فيه المصائب، مصائب الاستعمار. فهنا كيف وصف الشاعر هذه المصيبة؟ أنت مصرة يعني أخذتي الحديث عنه كي أقاطعك. تفضل. معنا سارة من اللاذقية. ألو ألو. نعم سارة نسمعك. مساء الخير. مساء النور.
في الأيام الأخيرة كثرت التساؤلات عن تغيير النموذج. عن تغيير النموذج، نعم. وسألنا الأساتذة، الأساتذة ما عندهم أي فكرة إنه أكيد أم طيب. أم غير ذلك يعني. طيب تماما. نحن كطلاب كيف بدنا نعرف؟ طيب هل أسئلة أخرى يا سارة؟ لا أبدا. علمي أم أدبي؟ هل سيعتمد يعني ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تماما تماما. أنت علمي أم أدبي يا سارة؟ علمي. على كل حال النموذج لم يتغير، وأنا مسرور جدا يعني من اتصالك، وأن يكون لدى الطالب دائما المرجعية الأساسية وهي وزارة التربية ممثلة به، نعم، سواء الفضائي التربوي أو غيرها من المواقع الرسمية، وقد كررنا ذلك في كل اللقاءات والجولات التي كنا نلتقي فيها مع أبناء الطلاب كي نحد من تأثير الشائعات على بعض أبناء الطلاب. النموذج لم يتغير، وإنما هناك بعض التعديلات البسيطة التي صبت في مصلحة الطالب، وقد تم تعميم النموذج من فترة قريبة، يعني أظن في الأمس أو قبل أمس، وسوف نقوم يعني الوزارة ستقوم، القنوات المختصة في الوزارة مشكورة بتعميمه على المؤسسات التربوية في مديريات التربية في المجمعات لدى التوجيه الاختصاصي في كل أقسامه، وأنا أتحدث الآن عن اللغة العربية تحديدا. نقول إن النموذج سيعمم، ولكن ليس في النموذج يعني ما يلفت النظر، وهو أمامي الآن هناك بعض الاختصارات للاختيارات المتعدد. هناك طبعا بالنموذج، ونحن يعني نقول منذ فترة قريبة تم النشر على موقع المركز لنموذج ولمحددات، يعني كان أيضا ربما سنعيد نشر المحددات ليكون الأمر أوضح وأوسع، كي لا يتقيد الطالب بنموذج محدد، ولكن الخطوط العامة أن الاختيار متعدد للعلمي أصبح 6 اختيارات، وظهر يعني انتقل سؤال المعجم إلى جهة أخرى، كذلك سؤال القراءة الرافضة أيضا انتقل إلى جهة أخرى تماما بطريقة تبعد عن الحرفية، يعني كان ذلك لمصلحة الطالب. موضوع التعبير الأدبي يعني أصبح ربما اختلف عن العام الماضي، من حيث أصبح المستوى الإبداعي يعني 140 درجة، الموضوع الأدبي أصبح 100 درجة تماما بالعلمي، في العلمي. فهي إذن يعني تعديلات طفيفة تريح الطالب، وليس هناك ما يقلق على الإطلاق، والنموذج سيعرض ليس سرا وإنما عرض على المواقع الرسمية، وسوف يعمم رسميا على الدوائر المختصة ليكون بين أيدي الطلاب جميعا. سؤال لو سمحت. تفضلي. بشأن تحرير النص. نعم. يعني صرنا تايهين بين الأساتذة. لماذا؟ هل سيأتي هذا السؤال أم لا؟ يا عزيزتي لا يستطيع لا الأساتذة ولا أنا أن يتحدث عن قضايا مستقبلية تتعلق بامتحان أو غير امتحان. هناك لجان مختصة تقوم باستعراض ما جاء في الكتب، وسمعتم إلى أحاديث رسمية في ذلك الخصوص من فترة قريبة، وهذه الأحاديث أرى أنها مطمئنة لأبناء الطلاب أن الطالب سوف يقوم بدراسة ما تعلمه، طالما أن في الكتاب سؤالا يتعلق بمفرد ما لا يمكن لأي متقول أن يقول هذا السؤال سيأتي أو لا يأتي. نحن أمام يعني أنت الآن في الصف تماما يعني. أنت الآن في الثالث الثانوي أليس كذلك؟ نعم. قبل 3 سنوات درستي التاسع الأساسي، لدينا كان في المنصوبات يعني حوالي 7 دروس ربما. نعم. كان 7 دروس في المنصوبات أو ربما 8، فقبل أن في التوزيع الجديد أصبح المفعول في الثامن والباقي في التاسع، في القديم كانت حسب ما درست هي في القديم كل المنصوبات في التاسع الأساسي، يعني هل هناك لزام أن يأتي؟ وكانت الأسئلة يعني للمحافظات مختلفة بين المحافظة الأخرى، هل هناك كان لزام أن يأتي سؤال مثلا عن الحال دون المفعول المطلق؟ لا ليس تماما. فكذلك هي مفردات الكتاب تماما. كل مفردة في الكتاب مرشحة لأن تكون سؤالا، ولا يمكن لأي إنسان يتحدث عن أمر خارج عن نطاق عمله، وأمر هو غيبي لا يزال غيبيا الآن، نحن الآن في منتصف العام، وهناك لجان مختصة سوف تأخذ بعين الاعتبار ما هو في بين دفتي الكتاب
إلى جانب المهارات الأساسية التي اعتاد عليها الطالب. نعم. فأرجو أن لا نلقي بالا لأي كلام يقال وندرس الكتاب كما هو، ووضع سؤال تحرير النص في نص عمر أبو ريشة هو لتعزيز هذه المهارة والتأكيد على أنها مهارة من مهارات الكتاب. جاءت أم لم تجأ في العام الماضي أو في العام الحالي، هذا لا يلغي أنها مهارة موجودة في الكتاب، ويمكن أن تأتي هي أو غيرها في أي دورة من دورات الاختبارات. وكما قلنا إذن يعني نحن هنا لنضيء علميا على هذه النصوص الموجودة في الوحدة، وأما الأمور الأخرى فهي ليست يعني ليس موضوع هذه الندوة. حتى هناك ندوات خاصة بالاختبارات بالتوصيات بالنصائح، لكن لا يمكن لأحد أن يدخل في تفاصيل الاختبار لا نحن ولا غيرنا، لأن ذلك ليس معرض للتقولات وإنما منهج تلجأ إليه الوزارة معتمدة على أسس ومعطيات موجودة بين أيدي الطلاب، وليس هناك من يسعى لتشويش الطلاب أو لتعجيز الطلاب كما قيل منذ أيام قليلة، وإنما الأخذ بيد الطالب إلى المهارة بعيدا ما نسعى إليه ما تسعى إليه الوزارة جاهدة في السنوات الأخيرة، أن نبتعد عن موضوع الانتقائية، نبتعد عن موضوع التوقع. يعني أنا ماذا يفيدني أن ألزم نفسي في نص قد لا يأتي وأترك المهارات؟ الفعل الماضي هو فعل ماض في كل النصوص، والأسلوب الإنشائي هو أسلوب إنشائي في كل النصوص، والصورة والمحسن وغير ذلك المهارة. إذا نحن من مهارات فلا يعنيني أن يأتي نص الشاعر أبو ريشة أو يأتي نص الشاعر سليمان العيسى أو غيره أو غيره تماما، فأي حتى يمكن أن تأتي أبيات من خارج الكتاب تماما. وهذا ينسحب على كل وهذا ينسحب على الميل في الموازنة. طبعاً. الموازنة أيضا طبعاً. الموازنة أيضا يمكن أن تأتي من خارج هناك محددات، ورأيت أيضا في النماذج السابقة. طيب شكرا لك يا سارة. معنا لميس من دمشق. ألو 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 نعم يا لميس تفضلي. عندي سؤال يا لميس، صوتك منخفض، يعني أرجو أن تخفضي صوت التلفاز عندك. عندي سؤال بقصيدة حتى ما تغفلوا. حتى ما تغفلوا تفضلي. يا لميس اسمعينا من الهاتف لو سمحتي. بسؤال القيم، ضروري نتقيد مثلا بكلمة تقدير، حب الوطن، رفض الظلم. سنتحدث طيب سنتحدث عن قيمة مفصلا، لا أريد أن أخذ دور الزملاء في ذلك. هل من سؤال آخر لميس؟ ايه وعندي سؤال كمان تفضلي. نعم كمان جملة وما هي إلا دولة همجية، أسلوب قصر. وما هي إلا دولة همجية مين قصر مين على مين؟ قصر مين على مين؟ تمام طيب شكرا لك، شكرا لميس. طيب يعني جاءت الحديث عن القيم تلقائيا، جاء دور القيمة مع سؤال لميس. أظن سارة يعني أجبناها مباشرة، ليس هناك سؤالا عالقا. بالنسبة إلى القيمة بشكل عام وفي معرض الحديث نجيب عن سؤال لميس الذي سألت فيه عن هل يمكن أن هل يلزم الطالب بربط كلمة تقدير أو رفض مع القيمة أم لا. طبعا القيمة هي تعزيز للأفعال الإيجابية عند المتلقي حتى تغدو سلوكا عنده. طبعا نحن نتحدث عن أدب، وهذا الأديب في قصائده يحاول أن يعزز هذه الأفعال عند المتلقي. مثلا لذلك هذه الأفعال إما أن تكون إيجابية أو أن تكون سلبية. طبعا هو لا يعزز السلبي وإنما هو رافض لها، فالأديب في هذه الحالة هو الأساس، فهو متمسك بالقيمة الإيجابية رافض للقيمة السلبية. لذلك حين يود الطالب أن يذكر قيمة فإن كانت إيجابية يجب أن يقول كلمة تقدير أو كلمة حب إن كانت حب الوطن، فكلمة تقدير. في أحد سلالم مثلا قبل اعتزاز أيضا تقبل كلمة الاعتزاز، ولكن كلمة التقدير هي أن القيمة هذه القيمة يقدرها الأديب وهي مغروسة في نفسه ويريد أن يشير إليها لتغدو سلوكا عند الطالب. لذلك لابد
أرى أن لابد من ذكر أنه التقدير أو حب هذه القيم. يعني هي عملية إيقاظ للطالب كي لا يقع في الخلط تماما بينها وبين الشعور بين الشعور أو الفكرة تماما طيب. والقيمة شيء ثابت بينما الشعور أمر ممكن أن يكون طارئ. سوف نتابع ذلك بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد في ندوتنا الخاصة بطلاب الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي في مادة اللغة العربية طبعا، والحديث عن الوحدة الأولى في هذا الكتاب وهي أدب القضايا الوطنية والقومية، ومعي الضيفين الكريمين الأستاذ عامر شحود من تربية حماة والآنسة بنان محمد من تربية حمص. وكان الحديث قبل الفاصل عن موضوع القيمة، وقد عزز هذا الحديث اتصالا سأل عن ربط، هل هناك ضرورة لربط القيمة بكلمة تقدير أو رفض؟ وكانت الإجابة أنها ربما تكون مخرج للطالب كي لا يخلط بين الشعور وبين الفكرة وغير ذلك. ويحضرني قول لأحد المهتمين والباحثين والأدباء أن القيم هاديات السلوك، يعني القيمة هي ما يدفعنا إلى سلوك معين تماما، نقف من خلاله موقفا رافضا أو قابلا أو موافقا. فهنا يعني البعض يرى أن كلمة قيمة هي كلمة إيجابية، فيقول يعني القيمة هنا تقدير رفض الظلم مثلا. لا ليس كذلك. يعني عندما أراد الشاعر ربما يجد البعض ربما لا يجد قيمة، يعني عندما يقول مثلا نجد مثلا فترفع بالإعزاز من كان جاهلا وتخفض بالإذلال من كان يعقله، يقول أين القيمة في ذلك؟ طالما أنه يعرض ذلك في معرض رفض سلوك العثمانيين وظلمهم فإذن هي رفض رفض الظلم، لأن ذلك كان من باب أبواب الظلم والاستبداد ويعني نشر الجهل، تفشيل المؤسسات الدولة العربية من خلال يعني إسناد الأمور إلى غير أصحابها، حالة من حالات يعني خلط الأوراق لإضعاف البلاد وسهولة الهيمنة عليها. فكان يعرض ذلك وهو يرفض في قرارة نفسه تماما. هذا السلوك هو رفض للظلم. الوقت يدهمنا دائما، قد لا نستطيع الوقوف على جميع المهارات. ننتقل إلى الموسيقى الداخلية سريعا أستاذ عامر. الموسيقى الداخلية طبعا هي عبارة عن مهارة يمتلكها الطالب من خلال الغوص في الحروف. فالأحرف العربية تنقسم إلى قسمين، قسم أحرف الجهر وقسم أحرف الهمس. فأحرف الهمس مجموعة في عبارة حثه شخص فسكت. فأنا عندما أريد أن أستخرج عنصرا من عناصر الموسيقى الداخلية، فهل استعمل الشاعر هذه الأحرف؟ أنظر إلى البيت، هل من ضمن أحرف الهمس؟ فإذا كان استعملها، وأؤكد على كلمة استعمال، فإذا كان استعملها فهنا مصدر مصادر الموسيقى الداخلية. وإذا كانت هناك حروف مكررة سواء كانت حروف جهر أو همس، فهنا استخدم الموسيقى وهي التكرار. يعني هنا أنا يعني أنا أتساءل باللسان الطالب، نعم، هل بالضرورة تكرار حروف الهمس أم ورود حروف الهمس؟ ورود. استعمال ورود. استعمال. يعني تكرار لا تكرار مع حروف الهمس. تماماً. أو تكرار الحروف. أليس هناك ضوابط تكرار الحروف؟ من طبعاً. ثلاثة أحرف وما فوق طبعاً. التكرار طبعاً. يجب أن يحكم. فممكن أن يكون هناك محسنات لفظية كالتصريع وكالجناس طبعاً تعطي موسيقى داخلية للبيت الشعري.
وطبعا فمن خلال تكرار الكلمات واستعمال الحروف الهامسة ومن خلال المحسنات اللفظية البديهية. طبعا إذا كان أحد هذه العناصر موجودا في البيت الشعري فأنا أجيب كطالب على هذا السؤال وأحدد طبعا العنصر وأذكر المثال طبعا من خلال البيت الذي أمام. طبعا يعني طيب معنا اتصال فيحاء ريف دمشق. نعم. ألو. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ ممكن استفسر لكي نضع الشواهد بالتعبير الأدبي هل يتوجب علينا حفظ أبيات القصائد كاملة؟ أبيات القصائد كاملة ليس يعني أنا سنتحدث عن التعبير مفصلا بعد قليل. أو بما يسمح به الوقت، لكن ليس المسألة مسألة حفظ أبيات بقدر ما هي توظيف البيت المناسب. يعني مناسبة البيت للفكرة هو الأهم، فحفظ النص دون هذا الربط وهذا التقسيم بين البيت والفكرة قد لا يؤدي بالنتيجة. طيب أريد أن أسأل سؤال آخر. نعم تفضلي. هل نحن مطالبين بالدروس المطالعة بحفظ معلوماتها؟ دروس المطالعة تقصدين القراءة؟ نعم. يا عزيزتي إذا عدت إلى الأسئلة الدورات السابقة تجدين أن هناك أسئلة استنتاجية يعني تنبثق من ثنايا السطور، فأنت مطالبة بالمطالعة. طبعا إذا كنت تقصدين درس القراءة الذي يأتي آخر وحدة مطلوب. تماما مطلوب. أما القراءة التمهيدية فهي توظف توظيفيا، يعني لا يتعلق سؤال في القراءة التمهيدية بصميا، وإنما قد تسألين عن معلومة أنت بحاجة لكي تحفظيها لكن تطبقيها إجرائيا على مفردات الوحدة. نعم. لكن قراءة المطالعة مطلوبة بشكل مطلق ويمكن يأتي سؤال من أي فقرة من أي سطر من أسطر الدرس. وطبعا لا يوجد أسئلة خارج الدرس، يعني كي لا نقول لا نلتزم في الأسئلة، لا يوجد أسئلة أصلا. فنحن نفهم الدرس، نقرأ الدرس، نحافظ على، نحاول أن نقرأ الدرس قبل أن نطلع على أسئلة إن كان لدينا هناك أسئلة. نحاول أن نستفيد من الأسئلة تماما. قراءة الدرس قراءة مهمة كي لا أحفظ الأسئلة منفصلة عن روح الدرس تماماً. وبالتالي عرضة للنسيان أكثر. تمام. أيضا أريد أن أسأل سؤال آخر. تفضلي. بتعبير تحرير النص هل ممكن أن يأتي أبيات من خارج الكتاب؟ هذا الأمر يعني لا يمكن الإجابة عنه، لأن تحرير النص يعتمد على الفهم المباشر للأبيات. يعني أنت لن تقومي حفظ أبيات محددة للتحرير، أليس كذلك؟ أنت تعتمدين على فهمك المباشر لهذا النص لكي تحلل هذا النص فكريا ثم تقومي بإجراء التطبيقات عليه. فأظن لا يوجد معيار ثابت لذلك. المهم أن نقوم أن نفهم الأبيات ثم نقوم بإجراء التطبيق عليها عبر مستويين الفكري والفني ولو بطريقة مختصرة. نعم شكرا. شكرا لك. لدينا أيضا اتصال آخر، والد الطالب هل ما تزال معنا؟ ألو. طيب إذن الحديث عن الموسيقى. نعم. أوردت في معرض حديثك عن الحديث عن المحسنات، تقسم المحسنات البديعية إلى لفظية ومعنوية، فالجانب اللفظي هو يصب أيضا في خدمة الموسيقى الداخلية. طبعا لدينا موسيقى بنوعيها الداخلية والخارجية بالنسبة لأبنائنا في الطلاب في الثالث الأدبي، ولكن ليس معرض حديثها الآن، يعني تحتاج إلى دراسة تفصيلية وطويلة ومعمقة، وأيضا مهارة من المهارات التي يمكن الطالب أن يجد فيها متعة بعد أن يتعلمها. بالانتقال بعد ذلك يعني من المحسنات إلى الصورة البيانية، آنسة بنان. الصورة هي عبارة تحمل في ثناياها خيالا، حكما الصورة تحمل خيال، ويأتي هذا وينبع هذا الخيال من ثنائية الذكر أو الحذف، أي ذكر المشبه والمشبه به، وهما الركنان الأساسيان من الصورة، فنسميه حينها تشبيه. أما إذا كان في ثنائية الحذف، أي حذف المشبه أو المشبه به، فهنا نسميها استعارة. إذن التشبيه هو ما ورد فيه الركنان الأساسيان المشبه والمشبه به، والاستعارة هو تشبيه
وهناك عبارة يعني يجب أن يحذف أحد الطرفين. ظهرة الحضور والغياب. تماما. ولكن العبارة قد تفيد الطالب قليلا. شرح الصورة، العبارة المفتاحية لشرح الصورة مهمة جدا، فيقول شبه كذا بكذا، فالكلمة التي تأتي بعد كلمة شبه هي المشبه، والكلمة التي تأتي بعد حرف الباء هي المشبه به، قد تفيده ليتعلم من هو المذكور وما هو المحذوف في العبارة. هل تسمحين لي أن أقاطعك للمرة العاشرة؟ لدينا اتصال من مدرس مديان. السلام عليكم. عليكم السلام وعلى ضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا، أرجو الاختصار لأن الوقت يعني بات ضئيلا. تفضل أستاذ. يا أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى. نسمعك نسمعك، تفضل. لي تعليق على وحدة مناهج النقد. طيب يا زميلي، أنا أجبت أحد الزملاء بإمكانك أن تقوم بإرسال ما تراه مناسبا. بس تعليق بسيط عندك يا أستاذ مصطفى. طيب تفضل. إنه دائما بالأسئلة سؤال واحد، يعني الطالب يقول لماذا أقرأ هذه الوحدة، فقط يمكن أن يأتي سؤال واحد وهو دائما مكرر، شكل معجمة لغوية لمجال مثلا كذا، ومن ثم أدرس حسب مكونات الشعور، يعني وحدة كاملة يأتي منها هذا السؤال مكرر. طيب تم تسجيل ملاحظة، شكرا لاتصالك أستاذ مديان. لدينا أيضا طالب آخر، رانيا، طالبة من رانيا من دمشق، تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك. إذا سمحت بدي أسأل مشان سؤال التحرير. نعم. من نذكر أمثلة مع من النص؟ قلنا ذلك في بداية الندوة يا رانيا، كلنا يمكن لنا أن نحفظ الموضوع على شكل جداول ونقوم بملء فراغات يعني، وهذا يضر أيضا. أنا أشير إلى بشكل عام، يعني هذا يضر في علامة الأسلوب، أنا أتحدث عن أي موضوع كان، لكن تحرير نص تحديدا كغيره من الدراسات الأدبية أو الموضوعات لا بد من رفض الرأي بالشاهد، يعني طيب أقول استعمل الفعل المضارع. طيب أين الفعل المضارع؟ طيب الأمثلة الموجودة في كتاب الحادي عشر والعاشر درسناهن، ما في أمثلة، محررين بدون أمثلة. يجب أن يكون عندما الكتاب يكون الكتاب هناك بين يدي الطالب يقول استخدم الفعل المضارع، تعودين إلى النص تقلبين صفحة واحدة تجدين أن النص موجود والفعل المضارع موجود، ولكن الآن أتعامل مع النص بحالة امتحانية، ما دليلي أن الطالب يشير إلى الفعل المضارع فعلا؟ يأتي إلى المثال، يعني الدراسة التي جاءت في الكتاب هي تحصيل حاصل لما تم تدارسه بين المعلم بين الزميل المدرس وبين أبناء الطلاب، ويمكن لنا أن نقول هنا جاء الفعل الماضي وهنا جاء الفعل المضارع وهنا جاءت الصورة. أما أنا الآن في حالة اختبارية لا، يجب أن أقف على دليل يشير إلى أنني أدرك تماما أن هذا فعل الماض وهذا فعل مضارع وهذه صورة وهذا أسلوب معين. طيب شكرا شكرا لك. نتابع أيضا. نضيف إلى الصورة الفنية وظائف الصورة. طبعا وظيفة الصورة هي طبعا إما لدينا شرح وتوضيح أو لدينا الإيحاء، فإذا أردت أن أشرح صورة الشرح والتوضيح فيجب أن أعبر عن الإقناع الذي أراد به الشاعر لإيصال هذا الجمال. فعندما أقول مثلا علمتك الحال، فالحال هنا هي إنسان يعلم، فعندما شبه الشاعر الحال بإنسان فهو أراد أن يزيد من إقناعه ويقرب الصورة والمعنى لذهن المتلقي، فتشرح على الشكل التالي: شرحت الصورة ووضحت معنى تعليم الحال للإنسان العربي وأقنعت وزادت في الإقناع من خلال تشبيه الحال بالإنسان. تماما. أيضا سريعا في الدقائق الثلاث المتبقية الحديث عن التعبير إضاءة سريعة. التعبير الأدبي هو الإشكالية الكبرى بالنسبة لطالب العلمي والأدبي دائما، يعني هو ليس إشكالية، نقول هو يعني هو مصب الوحدة. هو مصب الوحدة. تمام. لكن ليس إشكالية، هو حق المهارات، حق المهارات عامة. تماما تماما. طبعا يجب أن يكون في الموضوع مقدمة
وقبل المقدمة يقرأ نص الموضوع بتمعن ويستخلص منه من خلال العبارة المفتاحية في نص الموضوع نعرف المقدمة التي سنكتب عنها. في البداية قراءة الموضوع بشكل متمعن، ثم من خلال النص نستنتج نستخلص الفكر التي يجب أن نتحدث عنها في الموضوع الأدبي. تدون هذه الأفكار على المسودة ونحاول أن نسترجع بذاكرتنا الشاهد الذي استدعته هذه الفكرة، يعني نحاول آلية استرجاع الشواهد، ثم نبني بعد أن دوننا كل فكرة والشاهد والشاعر الذي قال هذا البيت نعود لكتابة الموضوع. يجب أن تسبق كل فكرة، طبعا المقدمة يجب أن تكون إطار تاريخي أدى إلى الوصول إلى دخول الأدباء في هذا الأمر وتوصيفهم للواقع للتاريخ لما إلى ذلك ودوره ورأيهم. يعني من المهم جدا أن نذكر رأي الأدباء في هذا الأمر كونه موضوع أدبي أصلا. ثم ينتقل من المقدمة بعد أن يكون وضح هذا المحور يعني الغاية أن نضيع على دور الأدب في هذا المحور المطروح أو في القضية المطروحة. وهناك آلية لتعامل الطالب مع الفكرة، تفضلت زميلتي وشرحت المقدمة وبدأنا وانتقلنا للفكرة، فأنا أمام تعبير أدبي، فيجب أن يعلم الطالب أنه يبدأ في البداية بعلاقة الفكرة بالأدب، وليكن لدينا فكرة الفرح بالنصر، كيف تعامل الأدب القضايا القومية الوطنية بهذا أو بالفرح، من هم الأدباء الذين أو ما من هو الشاعر الذي عبر عن هذا الفرح بأسلوب يسبك بداية بالأديب ثم ينتقل منه إلى المعنى الموجود ضمن الشاهد وهو ما يسمى التوظيف. لذلك عندما يقال في الامتحان إذا أحسن الطالب توظيفه فهنا المعنى الموجود فيه فرح يوظفه الطالب بعد أن يكون قد مر في الأدب ثم للشاعر ثم للتوظيف ثم يضع الشاهد وتكتمل. في الحقيقة يعني للحديث شجون ولكن الوقت دائما يداهمنا. نشكر حضوركم، نشكر أيضا من اتصل وأغنى هذه الندوة. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر زميلي الأستاذ عامر الشحود المدرس في تربية حماة والآنسة بنان محمد من تربية حمص، وتوصيتي دائما لأبناء الطلاب إذا أثبت العلم لا سيما في اللغة العربية لغة الأوجه المتعددة، إذا أثبت العلم رأيا علميا صحيحا سيؤخذ به سواء ذكر هنا أم لم يذكر، لأن الجميع يسعى إلى مصلحة الطالب. نرجو أن نلقاكم في لقاءات أخرى نستطيع أن نستفيض فيها أكثر حول الوحدات التي نقوم دراستها. ولكم مني محدثكم مصطفى الحسون أجمل التحايا وشكرا للمتابعة.